فده عضلات وفيديو جديد النهارده يا جماعه. هجرب لكم الببقبقه. ايوه لازم اضحك قوي الصراحه. تخيل كده تتصل بمطعم تقول له انا عايز ببقبقه. ايه ببقبقه؟ انا بس تعمل لايك وانزل اتفرج على الفيديو الجيمنج الجامد اللي اسمه لك في الديسكربشن. طيب اول حاجه بعد مطعم اسمه الخان اول مره اجربه تمام. قلت ابدا بالببقبقه. ببقبق ببقبق ببقبق. انا في عندهم ثلاث انواع انا جبت الثلاثه. بصوا يا جدعان اول حاجه حاطين سلطه خضراء مخلل واللي في النص ده بابا غنوج واللي فوق واللي تحت الطحينه. طيب دي طحينه بس بحاجه حط جواها شويه خضار شويه حاجات كده. دي وش بابا غنوج واضحه جدا. دي زي الاولانيه طحينه برضو. طيب وفي عيش اربع ترغفه طريين وطازه شويه معالق وشوك ببقبقه. انا متحفز يا جماعه انا عايز ابقبق معاك معاك. لا المفروض ان ده اول مره ببقبق قبل اشوف كده هبقبق ازاي. سخن قوي مولع 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 من تحت خالص خالص لدرجه مش قادر امسكها. احب ان الاكل لما يجي من المطاعم كده يبقى مولع جاز مش محتاج انت تسخن بقى ولا بتاع. ايه ده بس في حاجه ايه ده ده عاملين لها مكرونه كبيره المفروض الببقبقه بتبقى بصوا بتطلع بخار. بصوا شايفين البخار بصوا ركزوا كده هتلاقوا فيه بخار. ايه ده؟ انا الصراحه مستغرب. المفروض يا جماعه المبكبكه بتبقى معموله بمكرونه اللي هي صغيره قوي 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 فمش عارف هم عاملينها كده ازاي. هل هما ما كانش عندهم نوع المكرونه التاني فقاموا عملوه كده وخلاص ولا ايه؟ انا مش عارف لان انا شفت صور المبكبكه معموله بمكرونه صغيره وهم حتى لما سالتهم قالوا لي معموله بمكرونه الصغيره دي فانا مش فاهم. لا انا مستغرب بس هي الصراحه طعمها حلو قوي. ديت دي بقبقه ساده بالحق. انا اكلت يا جماعه من غير ما اقول لكم دي ايه اصلا. اول لا ده يا جماعه الاكل نزل سخن يا لهوي. دي بقبقه ساده ب 45 جنيه يا لهوي يا جماعه. ده هدخل ده دي مكرونات يا جماعه. ده الرز اهون بالمكرونات يا جماعه. انا هفرقع يا جدعان هفرقع. بس عسل طعمها جامد جامد والصوص جامد قوي. انا قريت على النت ان بيسموها الببقبقه عشان بتقعد تعمل بق 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 يعني في الميه والمكرونه وهي محطوطه بتقعد تبقبق. مش عارف بس انا اقول لكم حاجه يعني انا حاسس ان هي تعتبر مكرونه عادي بس مكرونه بالصوص الصوص بتاعها جواها. في مكرونات بيبقى الصوص بتاعها ناشف يعني بتبقى اخده اللون الاحمر بس بتبقى ناشفه انما دي مكرونه بالصوص بتاعها. على فكره يا شباب انا مصدوم لان لما سالتهم المبكبكه دي عباره عن ايه قالوا لي بتتعمل بالمكرونه الصغيره قوي. وانا لما كنت شفت الصور على النت بتاعت المبكبكه فعلا يعني فعلا كل الصور تقريبا كانت معموله بالمكرونه الصغيره قوي. هي ممكن تتعمل بانواع تانية بس ما بتبقاش دي الطريقه الصح. فدي كده دي طلصقه. فاكرين المكرونه اللي انا كنت عامل بيها تحدي الاكل بشفاطه اللي هي الصغيره قوي ديت هي دي الصح اللي يتعمل بيها المبكبكه. على فكره المبكبكه دي اصلا اكله ليبي بس الصح بتاعها ان هي تتعمل بالمكرونه الصغيره وبتبقى اطعم بكتير. انما كده الصراحه يعني دي مش الله. هي طعمها حلو بس مش هي الطريقه الصح. بس عمال اكلمهم ما بيردوش. بس هو بالواضح ان هو ما كانش عندهم مكرونه صغيره فعملها باي مكرونه عندهم وخلاص. طب يعني الاكل سخن وكل حاجه السخنيه ممتازه بس الاكله نفسها غلط. مش عارف ادي لها تقييم على ايه. الاكله نفسها غلط يعني ممكن نقول نص نص. دي كده مكرونه بصلصه عاديه ما يتقالش عليها بقبقه. هي طبعا لما بتبقى ساده ما بتبقاش ساده خالص بيبقى معمول بالخضار ففوق هو في هنا في فلفل كده محطوط في النص فهي الطريقه صح بس المكرونه نفسها غلط او مش هنقول غلط برضو مش افضل حاجه مش الطريقه البرفكت للمبكبكه.
ادي اللي ببقبقتش اه شباب. طيب نشوف الباب التاني بردك سخنة جدا 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 من تحت. الله ده التاني مش ببقبقة اصلا. ده دي بقى التاني ده بالذات دي غلطة من لا وغلطة من المطعم برضه. ليه؟ أنا في المنيو في التلات أنواع ديت مكتوب مكرونة وايت صوص، أنا قريتها ببقبقة وايت صوص، ما خدتش بالي اللي مكتوب مكرونة، فلما بسأل المطعم بقول لهم أنتوا فعلا عندكم كام نوع من ببقبقة؟ مش في اللي هو السادة وفي الببقبقة الوايت صوص وفي، قالوا لي أه، طب ما تقولوا لي دي مكرونة، طب ما تنبهوني، يعني هم سابوني أطلبها وهم عارفين إن دي مكرونة مش ببقبقة، مع إن أنا كنت مفكرها ببقبقة، المفروض يصححوا لي المعلومة، لا سابوني أطلبها كده عادي. بصوا دي مكرونة. دي مكرونة وايت صوص، خلاص احنا نجربها على انها مكرونة وايت صوص، هي يعني مش مبكبكة، المبكبكة لازم تبقى بصلصة اصلا، احنا هتبقى مبكبكة وايت صوص ازاي اساسا؟ انا فكرت مبكبكة بالصلصة وعليها وايت صوص، معرفش تخيلت كده ازاي بصراحة. طيب تعالوا نجربها مكرونة وايت صوص، احنا هنجربها هي كمكرونة وايت صوص يعني. يا عمي اسجل بقى. دي ب 50 جنيه يا جماعة. تمام؟ اوه استنوا كده نجرب الطحينة يا جماعة. طحينة وحاطين فيها كده خضرة. الطحينة عسل عسل تخينة بس الطحن اللي هو الوسط. انا برضك خدوا بالكم ما بحبش الطحينة لما تكون تخينة قوي قوي لدرجة ان هي ما بتتحركش خالص، لا مش للدرجات دي يا جماعة، انا بحب الطحينة تكون تخينة بس في المعقول، يعني لا خفيفة قوي ولا تخينة قوي، حاجة كده اللي هو المعقول يعني. تمام؟ هي حلوة وملحها مظبوط وايه جامده جدا 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 يا جماعه. المكرونه الوايت صوص دي معموله بالمكرونه القلم اللي هي نفسها المكرونه اللي بتستخدم في البشاميل. روع بالحق. هو صندوق هيوصل في قد ايه؟ قالوا لي المكرونه هتستوي في نص ساعه وبعد كده هنبعته لك، فهو وصل بالظبط في ثلاث ارباع ساعه، فكده معقول. ما هو معنا نص ساعه وهنبعته لك يعني مثلا كأنه ربع ساعه كمان. ده طحينه الغنوخ. ده غنوخ ولا ايه ده؟ مش عارف. المكونات مش مطحونه مع بعضها حلو، يعني اللي هو ايه حاسس بقطع البرجان يعني. عارفين يا جماعه انا احب البابا غنوج لما يبقى سايح زي الطحينه. طيب تاني نوع ده كمكرونه وايت صوص حلو جدا جدا، لا ده اتبسطت منه قوي. ده تالت نوع معانا اللي هو المبكبكه باللحمه، وده سعره 130 جنيه برضك. مولع خالص مولع خالص اوف. ده اغلى واحد عشان في لحمه بس، هل يا ترى حاطين لحمه كتير ولا لا؟ ما ده اهم حاجه، ما هو يعني في قطعه لحمه اهيت. بدوق كده اشوف نوعيه اللحمه كويسه ولا لا. حلوة ومستوية وبتتمضغ بسهولة. بس دي فيها عيب شوية، ان المكرونة معجنة ولازقة في بعض،
يعني حتى وانا باكل كده بتتقطع مش زي الاولانيه. يعني عارفين يا جماعه البشاميل مثلا مش بتبقى المكرونه ملزقه في بعض قوي كده، لا دي مش طعمه زي اول واحده، المكرونه معجله وملزقه قوي. هي اصلا بالبدايه الطريقه غلط، هي المفروض بتتعمل بمكرونه صغيره. ايه حاطين لي قطعة لحمة بدهنة، ايه ده ايه ده فيها دهنة كبيرة شوية كبيرة شوية، ايه ده شويتين. وبعدين ما هياش ملبسة موزة مثلا، لا ده دهنة دهنة باللي هي الجامدة قوي اللي ما تتاكلش. ايه ده لا 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 وحش جدا ده، المكرونة معجنة خالص خالص. اصلا المكرونة الصغيرة بتبقى اطعم بكتير يا جماعة جدا جدا من الكبيرة، المكرونة الصغيرة في حتة ثانية خالص. كانوا يقولوا لي طيب ان ما عندناش مكرونة صغيرة دلوقتي ومش هينفع نعمله، انما كده شغل الترصقة ده انا ما بحبوش. في قطعة لحمة تالتة اهيت دي ما فيهاش دهنة بقى. الطحينة ممتازة انما البابا غنوج لا، طريقته وحشة. القطعة كمان هي دي القطعة الرابعة، اللحمة حلوة مستوية حلوة، ايه ده دي اكبر قطعة، هما خمس قطع دي اخر واحدة واكبر واحدة، بصوا قد ايه. هي اخر واحده دي اللي شويه بقى ايه، تحس انها ما كانتش مستويه حلوه قوي. طبعا يا شباب يعني عايز اقول حاجه، هو المطعم ده انا اول مره اجربه، انا مبسوط جدا من سخونيه الاكل، بس المبكبكه معموله بمكرونه غلط. بص مش هقول غلط برضو، بس هو الصح المبكبكه بمكرونه صغيره، ولا لو قالوا لي ان هم هيعملوها بمكرونه كبيره ما كنتش هطلبها، لان انا عارف ان الطريقه الصح وانا قاري على النت المبكبكه بتتعمل بمكرونه صغيره. وهم قالوا لي لما سالتهم المبكبكه دي عباره عن ايه، قالوا لي اللي هي معموله بمكرونه صغيره. طيب على اساس كده انا طلبت الاوردر. هي بتتعمل باكتر من نوع مكرونه، بس في طريقه بتبقى الطريقه الصح او البرفكت، والمكرونه الصغيره هي دي اصح طريقه. واقروا على النت، تخشوا تدوروا على طريقه البكبكه، هتلاقوا البكبكه المنتشره في النت في كل حته، وصور وفيديوهات بتاعت المكرونه الصغيره خالص. الوجبه الثانيه كمكرونه وايت صوص دي برضك يعتبر المطعم كان المفروض يقول لي خلي بالك ان الثانيه دي مش بكبكه، انا قلت له انا عايش كل انواع البكبكه. حتى بعد ما طلبت الثلاث انواع دول قلت لهم في انواع ثانيه، قالوا لي في سباكيتي مش عارف، قلت لهم لا سباكيتي ايه، انا عايز البكبكه بس. فكان المفروض يقولوا لي الوايت صوص دي مش مبكبكه، وانا بقى براحتي عايز اطلبها اطلبها، مش عايز اطلبها بطلبها. بالنسبه للمبكبكه اللي باللحمه اوحش بالساده، هنا الصوص قليل، هم الظاهر في المبكبكه اللي هنا اللي باللحمه الظاهر حطوا صوص قليل فالصوص نشف، لا المبكبكه لازم يبقى فيها صوص وصوص تخين. يمكن اللحمه بس هي اللي كانت حلوه، وكان في قطعه فيها حته دهنه بس الباقيين كانوا كويسين. بس فكره برضك الببكبكه الساده ب 45 جنيه واللي باللحمه ب 130 جنيه، 85 جنيه عشان خمس قطع لحمه. هل انتوا شايفين اللي ده يعتبر سعر اوفر
ولا سعر عادي يعني للبكره ديت ولا ايه؟ بس انا قلت بالامانه اللي عاجبني واللي مش عاجبني. لا رغم البكبكه جايه غلط بس انا قلت الحلو اللي فيها. مش عارف اليومين دول في حاجات غريبه كانت بتحصل. مش عارف مره اطلب من مطعم كباب تركي الاقي جالي كفته، ومش عارف مره اطلب ببكبكه الاقي جالي مكرونه دافع. مش عارف المطاعم هيست ولا ايه ولا غد ولا عشان لسه خارجين من العيد ولا في ايه بالظبط بقى يا جدعان. ما تتعصبوناش بقى يا جدعان بقى. Yeah, my life is lovely now, I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you finally see you looking down and out. Coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew it.